وكأننا كنشوف دي مونغول المغول، وهذا يعني غريب جدا هذا التنوع في رقصاتنا في ملبسنا. ملي كتشوف ديك الرقصات المتنوعه جنوب شرقي. هذا اللقاء هو اللقاء الأول الذي تنظمه منظمة جيتا مغربية التي أسسناها في نوفمبر سنة 2022، وهي امتداد تنظيمي لتيار فكري انطلق منذ سنة 2019. بالنسبة لنا تمغربية هي مشروع فكري وليست فقط شعارا أو كلمة، وإنما مشروع فكري مبني على ضرورة العودة إلى الذات، إلى ذاتنا المغربية، ضرورة الانتصار لقيم أجدادنا. نتحدث عن قيم تمغربية، قيم الجدية، تشبث بالأرض، قيم تضامن المتجسدة في تويزي وقيم أخرى. يجب أن نعود لهذه القيم لنحصن الأجيال الصاعدة ضد التطرف، ضد الاستلاب والاغتراب، ومن أجل أيضا جعل إرثنا الحضاري ورأس مالنا المادي واللامادي كقوة ناعمة في خدمة نهضة وطنية ممكنة. فيما يخص تمغربية تبنيناها لأننا لاحظنا أن هناك عدد من الشباب، بعضهم يرتمي في أحضان التطرف وآخرون في أحضان الاستلاب، وكذلك هناك من يرتمي في أحضان الإدمان. إذا تمغربية هي إضافة نوعية تحاول تأطير هؤلاء الشباب أو المساهمة في تأطيرهم وتحتضنهم حتى ترسخ في عقولهم هذه القيم التي تحدثنا عليها، قيم يعني الارتباط بالذات، الارتباط بالثقافة وبالهوية الوطنية المتعددة، الارتباط بقيم الأجداد. نحن نعتبر في منظمة تمغربية أن بعد الانتصار للمغرب ولقضايا المغرب المصيرية يجب أن ننتصر لإفريقيا لأنها عمقنا الطبيعي، وبعدها امتدادنا المتوسطي أو الامتداد الفضاء المتوسطي، وبعد ذلك ننفتح على العالم. بالنسبة لنا كذلك تمغربية يمكن أن تخدم المغرب على المستوى السياسي والمستوى الاستراتيجي والدبلوماسي. لقد لاحظنا مثلا في 2022 كيف أن قيمة من قيم المغاربة، الارتباط بالوالدين بالأم إلى آخره، كان لها يعني روجت صورة إيجابية جدا على المغاربة وعلى الثقافة المغربية. إذن يمكن أن نستغل هذه الثقافة للترويج للوطن ولمصالح الوطن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو غيره. جمعتنا اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اللجنة المغربية فيها الإيسيسكو واليونيسكو والأليكسو، واختار هذا الموضوع تمغربية. موضوع تمغربية اليوم له راهنيته. لماذا؟ ما وقع بعد الدستور ديال 2011، جاء الاعتراف بالتنوع المغربي اعتراف رسمي، جاء خطاب أجدير، جاءت الأمازيغية رد الاعتبار الحقيقي لها، ولكن ما زال الطريق طويل. ثم هذا التأليف جعل الأمازيغية تكون نبراسا قائدا قاطرة للتفكير ولإعادة النظر في تاريخنا، في هويتنا وفي هذا التنوع. ماذا يعني هذا التنوع؟ أنا لا أقبل هذا المسألة الوحدة فقط، هو تنوع داخل الوحدة، بمعنى هذا المكون ليس وليد اليوم، هذا المكون متعدد الأطياف، هذا المكون حاضر في مجالات مختلفة، من المطبخ إلى المعماري إلى الأدب إلى التاريخ إلى الذاكرة، إلى هذا مجتمع ثري بثقافة الإحسانية الأمازيغية، بثقافة بالمكونين العبراني، كذلك بالثقافة العربية بتأطره واشتراكه في مع الشمال مع أوروبا بالخصوص أندلس كثير من الأشياء، ثم بتاريخه الثري. ولذلك في الحديث عن تمغربية اليوم مشروع بالنسبة لي، ولذلك أشكر الإخوة والسي بنيس أبانا من خلال الكتاب ولكن من حضوره اليوم كذلك، ماذا يعني مفهوم تمغربية، غناه ثراه، وماذا يعني أن نهتم به اليوم. عادي جدا أن نعيد الاعتبار لهويتنا من خلال الاهتمام بمكوناتها. تمت مناقشة إشكالية تمغربية في علاقتها بمقولتي التنوع والتعدد وكذلك الوحدة. إذا كان نصب النقاش على أساس أن تمغربية هي وعاء يجمع جميع التنويعات الثقافية والتعبيرات اللغوية المجالية والترابية، وكذلك هي انعكاس لتاريخ يمتد إلى 33 قرن من الحضارة الأمازيغية و12 قرن من الدولة المغربية. هذا الانعكاس يجعل من تمغربية سردية تؤسس للانسجام المجتمعي والانتصار الهوياتي، لا سيما في ظل ما تعرفه العولمة من انشطارات وانكسارات وتمزقات هوياتية
وصعود قوميات شوفينية وكسينوفوبيا عابرة للقارات. عندما ننطلق من منطقة حماية المغربيت فنحن نصير في انهزامية هويتية. لكني أنا في الكتاب تمغربيت محاولة لفهم اليقينيات المحلية أنطلق من أن تمغربيت هي انتصار هوياتي، هي أساس لقوة ناعمة للخروج إلى العولمة بعناصر تقود إلى جعل المملكة المغربية قوة إقليمية، ليست فقط على أساس أنها تتنافس مع قوى أخرى، ولكن على أساس أنها قوة إقليمية تروم إشعاع منطقة المغرب الكبير وإعطاء شحنة جديدة للشباب المغربي من أجل التميز والانفتاح على الآخر.